بالنسبة لقضية القدس هي قضية عربية وإسلامية، الحق الفلسطيني فيها حق تاريخي ومسلم به، لا يجادل فيه إلا مكابر، ومن يجادل في هذا يجدف خارج تيار المنطق. نحن في رابطة العالم الإسلامي وضحنا ذلك، ولا سلام إلا من خلال وعي هذه الحقيقة التاريخية، ولا سلام إلا من خلال المفاوضات التي تحقق السلام العادل والمنصف، وهو الذي نطالب به في رابطة العالم الإسلامي. كل أسلوب من الأساليب التي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام العادل فنحن معها، وأي أسلوب يخرج عن نطاق وإطار ما يحقق السلام العادل فنحن ندعو إلى أن يكون الجميع على طاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل والمنصف الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح ويرد الحقوق إلى أهلها.